إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح من كتاب جزاء الصيد، قال: باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وفي رواية: لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين. قال المصنف رحمه الله: باب ما ينهى عن الطيب من الطيب، أي باب ما ينهى عنه وحل لنهييه وقفك محرمك لنهييه حقيسة. ومن الطيب أي من استعماله، استعمال الطيب للمحرم والمحرمة. قفك محرمك هي حرما يهوين إذا محرمت الله بضبا. محرمك سواء كان رجلا أو امرأة، يعني قفك محرمك هي رقيها وين وحو أهاضبا وحيالا لقنه يو محرم باتشرة مركو حرمضه مربها دو حرمضه نصو قاو قلو وحيالا لقى حاران تنمية باجرة ومركي هورا حلال أها ومباح أها وحي مركي هورا بإنتونا نصو قلين حاران أها حاران مدو دو شديد وسي وواسيد رناتي عبادة ذا لحدي إذا مركي لبوشيرو. لكن وحيالا مباحها انت اونا حرمان نصو قلين باك حاران تنمو بيا قروة صومرني ووحوها اصدياتك قفكو انو اوغار صدوه سقو محرمة تاوى صومرني وحيالا كالباجرة مركا وحارانكا وحاكم إذا برافونك برافونك كم إذا مر هدو حرمضه كدي برافون لو ما أقوله انتونا حرمانين مركو ديار قروبي رقوا لو أقولي هي جسد كإنو مرصده انتونا حرمان لكن هو ديار قروبي إنو جسد كم مرصده مركا مايا جسد كليه وكو قابسانايا تولو أقولي هي. لكن مركو حرمضو وحي كدم بيا لو ما أقول استعمال طيب تاسبا كمدة.
بل حتى دركان لو اوغولين در برافون لانو خيدو لما ربو لما اوغولا. وقالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لا تلبس المحرمة هوين إذا محرمة داهي من لبس نيسو ثوبا مرو بورس ورسق ونبت نبات كالولك كسو بحا قيب كمدة وأدقون وطيب أهان لو استعماله مرا مركم ورس لغو ميدابيي او لغو سبغيي ملبسانيس او زعفران اما زعفران سغونا وسيدو كالي لبدو داس لبدا جيد ورسغا اي زعفرانك ورسغا اي زعفرانك مرادا لغو ميدابيي هاوين ايدا محرمة داهي ملبسانيس. وكذلك الرجل المحرم رجل كمحرم كاهنا واسد وكالي ما لبسانيان ليه لبضان قيد او لقوم بذبيي ايا برافون او ادقون نافع. اذا بيش دليل وحي اتهي ادق ايا برافون كي عاطر كي طيب ك لرك ايا جسد كبا لو ما اقول قفك محرم كا بعدما احرم مركو حرم ذيك بعدي دركا إساقا قبل الإحرام وبعد الإحرام در وقبل الإحرام برافونيي كما حرمان كرو من اللبسان كرو. نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وحير عبد الله بن عمر قام رجل فقال يا رسول الله نمبا استاغي والنبي سؤال ويديي قبكو سؤال شو ويدينا سيدان باي اهيت فقال وحو يري يا رسول الله رسول الله ماذا تامرنا محاضنا امريسا ان نلبس انا لبسنه من الثياب درك حقيسا في الاحرام مركان حرمانينه محاضنا امريسا ان ان لبسنه يعني قف كسته محرمة سواء كان رجلا أو امرأة يعني هذا المسلمين تين هاي محادنا أمر يسائنا لبسنا درك حقيسة إحرام كان مركا حرمانين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي جبا وحيري لا تلبس القميص قميص هل لبسننا ولا السراويلات سروالذنا هل لبسننا ولا العمائم ولا العمائم عمام ظهنا هل لبسننا ولا البرانس برنسنا هل لبسننا برنسك ووحمد حل قول لبسه إلا أن يكون أحد إنه أحد أهاد مويه ليست له نعلان أن كبرهين كبوايي فليلبس الخفين لبض خفين كهل لبستو وليقطع هنا قويو أسفل من الكعبين لبض أنقو هوستو ذها كقويو ولا تلبسوا هل لبسنين شيئا شيء ومن الثياب لرك كمدة مسه زعفران زعفران أو تابتي ولا الورس أما ورس أو تابتي ولا تنتقب المرأة المحرمة هوين إذا محرمة داهنا نقابيين لبسن ولا تلبس القفازين قعم قشنا يين لبسن. وفي رواية لا تتنقب يين النقاب قاضا نقاب لبسن المحرمة هوين إذا محرمة داهيد ولا تلبس القفازين قفازين يين لبسن هوانك إيو رقو وحي وذاك سدان نواتشران لبسك حقيسة وحي كوكا لدوينيه نواتشران وحي وذاك سدان لر طيب الله سيدا ورسي يزعفرانك إنين وذا لبسان رقيا هوانكو كاس وكو ذا سمينيه لرك حقيسة مركي ليرا ذا لبسك قفكو مركو حرمان أيو لركو كحران أيو هوانك يا رقو وحي وذاك سدان
نرطيب يبرافون له إنين اللبسا كاوا وكوا ذا سميهين وحيكوك لدويهين رقا قميص لو ما أقول علماء ذو حير هذان كعبران انت أن لو أقولين المخيط لبس المخيط أو المحيط الله بضبا ويستعمالا فوق هذا المخيط أو المحيط معنيه سوام هاي ودرك الله طولي ولو سميهي قاب كجسد كوردن سيدا قميص كان حتى ديرونا نبو قبنو كالي جسد كإنتي سبضا قفك قام دي سول لأجي هاي أما باو حويا جيرك النص كيس سيدا سروال كو كالي إيا الشارك شارك نوحا لو سميهي محوها محوها النصف الأعلى من الجسد سروال كنا النصف الأسفل من الجسد أما عضوي حبنها جيرك كم إذا قابك سيدا قعما قشيقو كالي أما شرابك سكسانتان لغوها اللقا شدو كالي أما داخلية دا فنانة دا إيو محوها إيو وحا كالو هوسي هوس النقا هوسي وحاسو إذيل إيغانا قاب جسد كقيب كم إذا أما لو طولي أما كوفي دا مضحا لو طولي ولو سميي عمامة دا سيدو كالي مضحا مبالا سالايو لغود دا أمورها أسمركا أمبال لو أقولين نينك رقا كليا وحا لو أقول يا هاي إزار ورداء يعني لبقو أو مدنا وهوسكا هوس قنتي يستو أو مدنا هوسكا كهوس قنتي يستو مدنا أو كوركا قربا سار صدو أمبال لو أقول يا هاي أنا وحكا لو أقول ماذا حمد دايو كوفي مسارايو عمامات مكو حرايو كوفي هو اللبو مدنا وكوفي يدان عادي مدنا ومدنا شاكلا هذا أنا وأن قادنا كتلا ماذا حمارة المحوها لصارو وحصو إذي الوح ماذا حددو دان وملاصق إيه ماذا حكو دقن طيب دلات هذا أن قاتون قرر هذا كدلال ميستو أما أن خيمت قالو أما أن قري قالو أما أن بابور دح قالو وحمد دي بيسا مايا انت وحوا ما دي بيسا وحالا دي دي وحن مدح كود قاني ملاسقة اللوغو تالق علي إن مدح لر لوغا دي قول لغو لبس أولا لما أقول رقوي هاوينك والو أقولي كل والو أقولي لبشي كلي ومبان الله أقولي نقابك وان هدا أنك وان نقانو إن دا شرير كانو نقانو مدكا قدال لو حيري وچي قال لغو حيرو إن دا هفوران لما أقول كاس waxa mararka qaar kood loo ogol yahay hadii ajaanib ay ku dhex jirto waxa la yiraahdo khimar madaxa korkiisa ka imanaya sida loogu soo daynayo oo in dhafurnayno la xireynin ka waa loo ogol yahay markay ajaanib ku dhex jirto markay kaliye tahay ama maxaarimteedii ay ku dhex jirtana way faa'ideysa waxa kale oo aan loo ogolayn gacmo gashiga galoofyada gacmaha la gashado وقبلها قاركوذي حدان الساقنا اللو ما أقول لبدا موية انت كالي او درأة ويقاضا حجاب كيدي يدر كيدي عادقة يكو حجين نعم إنو عادية هاي شرط ماها إنو عادية هاي شرط ماها دادك عامضه وحي مودان هوان كون در نوعه قونيه إحرام ليره هذا سيدا لبدا قوة عاد عادو رقو كو حجيان أو كلاة ملاها قاركوذ واب الله طولا لكن قابك يوسي تاني يقابك أتولن يهي مرارك غارك ذو حادث أوران لا يستر العورة عورة ما أستر أيوه من النقون أيوه حجابي يأستر مدنا هباو أكيسيين شرط ما هكاسي حجاب كذا عادي قاه يقابك كذا يقابتك حجيس بس لبضا مبان الله أقري سيدا درت هذا بولي يهي مركي النبي قوي ديين كان أوير ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص قميص كميت كان ديرون انا قميص كون نقانو هي الشاركبا كل ووضع قميص ولا السراويلات سروالده او ايدل ولا العمائم عمامة ضحى مضحى لقو دوبو اما مضحى لقو دوبو اما سيدان وكالي هذا ميت كان خماركا او كرون انا قبو كالي هالنقطه سيدك سيدنا قطبها النقطة إيه
ولا العمائم ولا البرانس برنسكو وحويا وكوفيدا شاكراها كوتولاني مدحا انو جلينو قميصيا دقار كود نمبر با لاغو تولا سيدا مغرب العربي او كالي قميصكا او قميصكا مغربيغا قميص ديرو له مدحا قيبتي لوغو وحين اي كوتولان يحي كاسا برنس ليرهدا قلنسودا قلنسونا واسو ارورتي ايدانا قلنسودنا وكوفيدا الا ان يكون احد مويه ان وهذا مويه ليست له نعلان كبا مله كبون هيسن هذا كبا دون هيسن محو سمينيا فليلبس الخفين خفين كهل لبست خفينكو وكبا مقار او هل شانا ساسي وبديهين شان كليوي كريو هوسبا وانا دبوليهين الى ان قويدي غاريان وانا لقادن شري والاسدنا ولا استعمال ما زال ان يستعمل ودمد ولي قبوغا ولا استعمال واسميان خوف كاسا ليرهدا كليغنا ولو سكون كرا كبنا ولو قادن كرا كليغنا ولو سكون كرا كبنا ولو قادن كرا سيدا سكسانتو كالي شراب كو كالي مركا كليبا لو سكونيا وليبا خوف كيبو مركا لبسن كبو وايي خوف كيبو لبسن لكن وليقطع أسفل من الكعبين أن قوية كهوس بك قويني يسئ كبا أو كلا النقضة ولا تلبس شيئا مسه زعفران وهدو كبوايي كاوالو أقوليه لكن شرطي وحا إنه هوس كقويه ولا تلبس شيئا مسه زعفران هنا لبسنين شيء زعفران تابتي ولا الورس أما ورس تابتي أو لغو مذبيي وحال لبذا برافو كان كلو أدقى أو ورس زعفران مدنا آن أهين مرض لهنا أيضا للبسن مايو ولا تنتقب المرأة المحرمة هوين إذا محرمة داهنا نقاب ما قادنا يسو ما استعمالي ما استعماله سو هذه محرمتها هي يعني ان الشرير محرنيس ولا تلبس القفازين قفازين كقعم قشيقنا ما استعماله سو روايه وسيده روايه كلا جرته او لا تتنقب ماشي اهد ولا تنتقب لا تتنقب اسكو معنى المحرمه مرنا وحويا لبدي تاود نون با ودخايا مرنا لبدا تا اود با لا اسكو خجيو نون كا دمبيا لا تنتقب ولا يه لا تتنقب انت اسكوك لا دوين المحرمه ولا تلبس القفازين معنوه هنا واسكمت مبنهم بينكوك لا دوين وحي رمويه لكن حويا معنوه واسكمت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقصت برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوا طيبا فإنه يبعث يهل سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحير بن عباس وقصت قرت بيكجبسي برجل محرم رجل حرمنا أي قرت كجبسي ناقته هشيسي أسرنا بمعنى سقط عليه هشو سرنا بكدعي مركاب قرت كجبسي فقتلته وين الدشي وروح بحي وميدي قرتي باتشبتي وانا انتي عرف انا اللتشوقي وانا عام حجة الوداع فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم نكي ميت بل نبي قال له ليمي صلوات الله وسلامه عليه فقال وحير النبي اغسلوه ميرا الا ميتك والله ميرا وحيالها واجب كأبو أهي وحكم بذا إن لم يروا
وكفنوه كفنا ولا تغطوا رأسه مدحنا هكذا بولدنا كفنت انت قرتا بالغوتشينيا مدح ولدينا وبنيه ولا تغطوا رأسه مدح سنة هدا بولنا إلا ميتك وعم مدح هو كفنت ولا قليا مركب مايا إساق مايا مدح وبنية ولا تقربوه طيبا برافونا هود ويننا فإنه إساق يبعث ولا صبحنا يهل حال يهي من تلبية سنة يو تلبية ذكر ولا دواقية لبيك اللهم لبيك له معنه واسده ما زال محرما ومحرم أثل الإحرام لم يزل عنه إحرام كي كمزول ولي مركا يسقو تلبية سنة أو إحراما بما أنت قيام لصابحين وأنا فضيلة سيدا درت دبو يري مركا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدحها كده ديننا لماذا؟ لأن الإنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه وحق كل طيب على الصابحين هذا العبادة كجري سوى العبادة دي كجرة كي جهادك كجري وجهادك كل طيب وداوع كيا لي ما انت قيامي سوى داوع كيا له وديق سيدي وقبنا يصير مايو لكن ديق أدقي سؤوي هاي مسكي يبرافون بلا صبح وهكذا فإنه يبعث يهل طيب هوين إذا مساسو كلام مركي لدماتو سيدا كل دماتو يعني انت كلا لغا كفانا يا يمضى حما ملوبانين يا لا مايا ليه مركي حتى أنه لد مدى حيث مبانانا سيدا يا هيدوي نعم فإنه يهل فإنه يبعث يهل سوى إهلال سنة ومبال صبح باب الاغتسال للمحرم قفك محرم كاهو حرما مميران كرا مقبيسا كرا قبيس كاسو سبب له سبب تيسو أما ها أهاتو سبب واجبة أما ها أهاتو سبب مستحبة سبب واجب كهيم حوية هاي جنابة كتمت قبيس كاسي مركب واجب سوما لأجل الجنابة أما بمئه للتنظف أما بمارتي محوها مغسولات أما غسلات وحاجرة غسلات بنور الله غسلات مصنونة باجرة وقفك محرم كا يعني ما لها قار كود مركو جوجو إنه ما يرتو سيدا كتاب الحج كصبر ناي مركو ما كجلا يو كلا إنه ما يرتو عرفة كلا مرك لا استاجا للوقوف بعرفة إن لا ما يرتو يوحي اللمدة ما يرن كرا قد يكون واجبا اغتسال كاس قد يكون مستحبا قد يكون مباحا للتنظف مثلا للتبرد وكل لاضي وسقبو تشينيا وانا حرميه ما هو بنان تاهي مسوى ما بنانا بلان أرقنا وحي لغير أهدو وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا طيب والله أثر أثرنا وحوي وحلق وري ابن عباس أثر ككلنا ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما ابن عباس أثر كسوح كتعلق دخول الحمام حمام كو ميل دسن أو بيا له بيا كجرة بيا ولي بديخان أو كولول لبا فإذا بويلة مركات قشيد مرك جوي وحد قليسا ديخان أو كولول قفكو مركو قلو وعبار كتشرو ودي دي مرك وديدي أدبو وديدي حنا لقى استعمال مالها أدو قبو قبو قله وديدي تتكوى وضع قلنا سي اجتماعي هاللو قلنا وديدي أدبو وديدي وكروران جركي سي ديرنان بو هلي قبو قي إيا قرقر يدي إيا وحي هاي يبا كبح بيوهنا وديريهن مركا كبعد بو بيها اسكو شوبي وصغد جركي سي كجرتو لن وضع مركا إلا ديدي كي
iyo biyihii kululaa iyo wixii oo idilba wasaqdo dhan ka mayri. Marka nooc cilaajna waa yahay midda kale jirka wasaqda ka dhamaynaya, cilaajna waa yahay qabowgii qofka galay iyo waxyaalahaas oo idil aad buu mufiid ugu yahay. Marka qofka muxrimka ahi inuu galo xamaamka inuu galo laa ba'sa, dhib ma laha. Dee xamaam markii la galo inaad mayrataaq ku xigto soo ma, dhididkii faraha badnanaaye kaa baxay iyo wasaqdii jirkaaga ku taallay inaad ka mayrato ood biyihii kululaa ku mayratay unbaa ka laasilaa. Si kale looma galo, si kale looma galo. Marka Ibnu Cabbaas waa baneeyey laa ba'sa bidalik. ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. ابن عمر يا عائشة إيقنا حق الشد قفك أو حقته أما مقارك كركيسة أما مضح بها النقطة لا بأس بذلك أيضنا لما له سببت أيتهي مقارك يجيرك كعنعنا وهذا أباها أنت إن الحقت صوما وأدبك هيا حقيدا مركا أد حقيسو ترتاح waad ku raaxaysanaysaa oo dhibkii ku hayay waa kaa tegaya. Wasaqduna waa sidoo kale waa dhib markaad mayrato iyaduna dhibkii bay kaa wadaysaa. Labadoodaba waxaa ku jira izaalatu darar can iljasad, jasadkii inuu dhibku ka zuulo baa ku jira dhib kugu yimid awgeed. Haddii marka timihii jasadka ku yaallay ay ku go'aan marka laa ba'sa bidalik, waxdiba male marka mayrashadii iyo xogashadiiba wixii ku go'oo tin iyo laba tin iyo wixii la mida laa xaraja. Nacam, ilaa timahu la zuuliyo iyaga, timahu la zuuliyo oo qofka muxrimka uu zuuliyo waxay ka mid tahay min maxduuraati alxaji, min maxduuraati alixraam bay ka mid tahay, waa noo iman doontahay. Marka wixii sidaa marka ku zuula, wixii aan timaha ahayn oo dhib awala zuulin ama wasaqdii ha noqoto ama xogashada wasaqdii oo laga mayrta ha noqoto ama xogashada maqaarka la xoga ha noqotee, ama timaha haddii dhib weyni jiro sidii xadiidkii aan soo marnay Kacb ibn Cujra qisadiisii waa lagu baneeyey inaad xirto laakiin waa macal fidyi, fidyi baad aad bixin. Ama qubayska iyo wixii la mid iyo xogashada iyo tin iyo laba iyo wixii oon ka mid oo ku go'a لا بأس بذلك لما رها. فقال عبد الله بن عباس، نعم عبد الله بن حنين، أن عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة اختلف بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فضأضأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيت صلى الله عليه وسلم يفعل. عبد الله بن حنين أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة تابعي كان عبد الله بن حنين أياه حليه ونوشيقية أن عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة ولا بس صحابي لبذو ذبا ولا بس صحابي لبذو ذبا وحيكو ضوضين اسكو قبصدين واسكو خلافين اختلف بالأبواء موضع ليره ذو أبواء ودحية مكة يا مدينة أي مريين وأنا حرمي هنا مكة يوتشيدان مركابة وحال اسكو خلاف يلا اسكو قبصدي قفك محرم كاهي مضحى وميري كراه
هي ما مايري كرو جسدك انت سكر لا اسكو ما قبسن لكن ماذا حبال اسكو قبسدي سوتت مدح مايرنتيسا وحا صوره قال اني تيمو غوان سوما اني تيمو وحكا غوان با صوره قال marka wala mayri kara iyo lama mayri karo ay isku qabsadeen faqala abdullah ibn abbas abdullah ibn abbas wuxuu yiri yagsilu al muhrim ra'sahu muhrimku madaxa wuu mayri kara wala haraj an yagsil inu mayrana wahdi bihi kuma jiraan wa qala al miswar miswarna wuxuu yiri la yagsilu al muhrim ra'sahu muhrimku madaxiisa ma mayri karo makhafatan من أن يتساقط بعض شعر رأسه مدحيسة تمها كويا لقارين قوان بو كدكتوية تلابد هذا والله يسقف صدي عيد كلا سارتي وباهيهين وحابرك الرفقة يددك حجاج تالا صعدة أبو أيوب الأنصاري وصحابئة مرك عبد الله بن حنين باوحو يري فأرسلني عبد الله من ابن العباس عبد الله بن العباس با إدري إلى أبي أيوب الأنصاري أيو إدري يعني مش ودقنا أتقبو يري أبو أيوب الأنصاري إسوي دي مسألة ذان وتقي نكر يري عبد الله بن حنين قال وحير عبد الله بن حنين فوجدته أي فوجدت أبا أيوب أبا أيوب أن هلي يغتسل سقو ميرانيا بين القرنين لبدا قرن دحدود قرنين كو حال يرادا عيل كبيها لغا عبو ايا لبدا جيسو دربي لغا دسي دير مركي لغا دسو او الى حد كوري لغا سيو ايا الواح وين سيدا لوغو ددبي او الواح مدحي سنة دربي غان لساري مدحان كالانا دربي غان لساري الواح اما خشب كا دحدنا وحا لوغا حري بريرو وريكتو كشونيتا او لا يره هدو بكرة maragta xariga wadaanta lagu bixinayo ayaa lagu bixiyaa hal qof kaliya marka bixin kara wadaanta ceelka loo dira markuu buuxsamo maragta xarigu qofku jiida labada gacmood ku jeeda bakaradaas saacideysa kushineetada baa la wareegaysa markaabu markuu dalawgu ama wadaanta soo baxdo ceelka afkiisa timaado baa la qabanaya marka labadaas derbi oo qorigu saaran yahay bakarada lagu xiray kushineetada lagu xiray dhexdeeda oo ceelka dhinaciisa ah ayuu ku mayranayay ninka la yiraahdo Abu Ayyub al-Ansari marka qarnaynku waa labada darbi ee ceelka labada dhinac ka kala xiga ceelka afkiisa wa huwa isaguna yustaru bi thawbin mara loo xiray oo ku dhex jira oo ku dhex mayranaya dadku uma jeedaan fa sallamtu alayhi markaban salaamay buu yiri wuxuu ag istaagay laakin min waraa sitri marad imba sitri uu ah fa sallamtu alayhi wan salaamay buu yiri fa qala wuxuu yiri buu yiri man hadha wa kuma illa umajjido satarada ya maradan ba ka xigta fa qultu waxaan yiri buu yiri ana abdullah ibn hunayn u yaqana lianahu min dalabati alilmi min attabi'in wa sahabati oo dhanba ku dhex wareegay wana madani أنا عبد الله بن حنين أنا عبد الله بن حنين بناهي أرسلني إليك عبد الله بن العباس عبد الله بن العباس بأسود دري أسألك وحن كويديني سؤاله إلى صود دري بن كويديني روايات كلا وحي أهيد يسألك عبد الله بن عباس بأسود دري يسألك سبو كويديني سؤاله سبو إلى صود دري لكن هذا وحن نوتها لأسألك أنا كويدينية محويدينية سؤاشي عبد الله الله صدري أبو ويدينية ومحيتها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه رسول كإلهي سيدي أبو هاكي مدح سأم ميرا خلاف كوح كجري وحيا هيد ما الله ميرا يا مثل الله ميرا يا مركا ما الله ميرا يا ما الله حما ميرا يا غفك محرم كاهي مثل ما ميرا يا ما ويدينيني سيديبو النبي قوم مدح أم يري إسقام محرم بويدي كيف يدي بويدي مركو كذي حال دار تاي مرك كيف كان سيديبو أها رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل كي ميرا رأسه مدح إس أم ميرا كأنما ما يريد قفك محرم كا وهو محرم بوي مرك قفك محرم كا إنه مدح إس ميري كرو لكن أي كيف يدي إسكو خلافين
أياد مودة قابك وسدس وعش ويدي لكن خلافك وحكجري محرمك مضح ما ميرا يا مس ما ميري. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدابو أها النبيو يغسل كيم ميرا رأسه مدحس أميرا وهو محرم سقو حرما. فوضع أبو أيوب قعنت ساري يده قعنتيسة على الثوب مرض كركيدي مركاسو فضأه هوس أدقي هوس أريحي مرضي إلى مدحس اللوجيدي حتى بدا لي رأسه إلى مدحس إيم مغضي جسدك إنتي سكر أمم مغضة مدحي بأم مغضة مرضي بو هوس أدقي إلى مدحس مغضي. ثم قال وحو يربو يري لإنسان إنسان يصب عليه بيها وقش بيي أيو يربو يرو أصبب كش بيها مدحيك فصب على رأسه قف كيبا كش بيه مدحي أبو أيوب كش بي أبو أيوب نوى حرمية لكن هذا وحو ربا إنو تسيه سيدي نبي مدح أميري نبي حرمان. ثم حرك رأسه بيديه قعمه سيبو كبيه كل قاتشية مدحي ومرمريي ومرمريي فأقبل بهما وأدبر قضالنا وأقاضي هرنا وأصو قاضي سيدا مسحيك ومدح الله مسحي يوكالي ما ركتا سيدي قف مارت اتماها مدح بيها كصير يوكالي. وقال وحنا يري هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل سيدا أسبان أركي نبي أو سمعين إياه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ماشي معاك كسوة بحي نبي إنه مدحي سمعيري وهو محرم أبو أيوب الأنصاري نمرك أو فعل ككتو سيو قاب كي نبي أم إرتي وحرمي يهي إذن قفك محرم كهينو مدحي سمعيره لا بأس بذلك إنه قعمها كل قاتشيو ودلكي أو سمعينا لا بأس بذلك هذه عملية استماعها وحكوا آنا لا حرج وحدي بمرها نعم لكن سر رفقئه وين أمي لا قعمها ومرمرية. باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين محرم كقفك حرمني إنه لبس طلب خف إذا لم يجد باب لبس الخفين للمحرم قفك محرم كا لبس شذي سؤول لبس طلب خف إذا لم يجد النعلين هدون كبهل ما بنانته مس ما بنانو هدي بناناتو وان صومرنا إني بنانته ما جوينا يا وهسبك جوينا يا سيدي نصومرتي مس سيدا خوفك يهيب ولا بسنايا أيضا هو مسألة خلافية دليل بين لا دهي جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. سالم عن عبد الله رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. لبدا حديث أنبو سوء روريي إمام البخاري مسألة دين وحويا هدوك بوايو محرمك خف من لبسنا إياه ومسأله حديء لبسته مهوسبك قوين إياه سيدي كبيه يوكالي مسه سيدي سكو لبسنا إياه مس قيبت الضمبي بخلاف كتيره
مقوينيه يوقوينيه لبا حديث خلاف كلا وضبط المام يبو سؤروري حديث هو حديث عبد الله بن عباس جابر بن زيد الأزدي أيا كورنيا قال وحيري جابر بن زيد سمعت بن عباس أي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس بن مقلي قال إسقويري سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نبي كان مقلي يخطب بعرفات نبي جو عرفات كخطبينيا وعام حجة الوداع أيان مقلي خطب ديس والنبي جو محولي هي من لم يجد النعلين قفكي أن كبهل فليلبس الخفين لبخف اللبس قطعنا مشيق لم يذكر القطعة فليلبس الخفين ومطلق لبخف اللبس ومن لم يجد إزارا قفكي أن هزكنتي قعه سأن هلن فليلبس سراويلا سراويل هل لبست للمحرم أي هذا الحكم للمحرم قفك محرم كوي وإلا قفك أن محرم كأهين وحربوا لبسنكرا سروالنا ولا بسنكرا إزارنا ولا بسنكرا خف ولا بسنكرا نعالنا ولا بسنكرا يسوى هلي كرا نعال أيو لبسنكرا خف يسوى إزار هلي كرا أيو سروال لبسنكرا قف كان محرم كأهين قف كان محرم كاوي وحا الحكم كان له وواسده هدو إزار هلي كرا سروال لوما أقرا هدو كما هلي كرا خف لوما أقرا هدو وايو هدو وايو وحي مركاسو هلي كرا سروال ما هلي كرا هل لبستو خف ما هلي كرا هل لبستو خف كمرك حديث كان عبد الله بن عباس قد عكو مجرو حديثك كلا وحديثك نوصه هر مري وعبد الله بن عمر مركه هر نافع با كورينا يي حدنا وحا كورينا يا سالم ابن عبد الله وويل عبد الله بن عمر ويل كيسي سالم عن عبد الله رضي الله عنهما يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عنه رضي الله عنه هذا ابن عمر لما شيقين عبد الله بسبويري لأجل ذلك أبو أفرد الترضي رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال لويديي ما يلبس المحرم محرمكم حول بسنيا من الثياب درك حقي سمعوك لبسنيا محلو أقليهي فقال النبي حير لا يلبس القميص قميص من لبسنيا ولا العمائم عمام ظنا من لبسنيا ولا السراويلات سروالنا من لبسنيا ولا البرنصة برنس كأوحى مدحا لقول لبساء سيدا كوفيدو قال من لبسنيو ولا ثوبا مسه زعفران مروز زعفران تابتي ولا ورس أما ورسي أو تابتي ولا بدي النبتي النبات كان لقو نركا لقو مذبيو وأدقه وياني إيانا دارو تابتي لمن لبسنيو وإن لم يجد نعلين مركا هل كابو كسو استثنوضي وإن لم يجد نعلين لبك بود هدون انهل فليلبس الخفين لبخف هل لبستو لكن وليقطعهما هجويو حتى يكون أسفل من الكعبين إلى أي خفك أهاضو كعبين كهوس لجويو ومركا كبؤو كرأي النقضان نعم شرد قاسوي مركا لبدا حديث كي هوري وليقطعهما كبشرين كنا وليقطعهما باكوتشيا سي اي ونقضان كبها اوكالي سيدا درتيد ولا اسكو خلافي علومادي ائمادي امام الشافعي امام احمد با ولا بجبل او لبدو اصحاب المذاهب يهين لبدو ذو المحدثين ايهين فقهان ايهين مركا لبدا حديثنا بدنوا مطلق ولا مشيقين قيد لو مشيقينو قيدكو فليلب محوها وليقطعهما وي قيدكو قيد لو مشيقين هل لبستو خفين كأم باليري سواء كان مقطوعين او غير مقطوعين هل لبستو واي كان نوح كو قيدي قطعي ان لقويو حديث عبد الله بن عمر مركن لبا حديثه صحيحة حديث معاني دودو اي اسكهرتي ماتو إلا قطعك يا قطع الى انت واسكهر يمادين سوما سيل لي ليا
طريقة وحاجر علماء أي مران طلاب أقوه رسول الله سمين يحويا الجمع بينهما هذا الصورة قلتها هاي لبدا حديث إن لا السكينه أو وجه لقو جمعية أجره وجه كان لقو جمعية لقابنا هذه الجمعين وايو وحالله فيرنا يا لبدا حديث يا دنبيي متك دنبيي لقو عمل فلي أو ناسخ لقدقي كي هرين وحال لقدقي يا منسوخ هذه تاسي سورة قلي ويسو وحالله اسكود ياهو لحاول يا إن لك لرجحو هذه وجه الترجيح بتكمله أمه طريقة سلامرة طريقة أي لامرة إمام الشافعي هي إن لصعده وحيقاتين طريقة الجمع بين الحديثين لبدا الحديث إن لكل ميو وقاب كان لو كل من أيا لبدا حديث وحالله في رنيا بدوا مطلق وحديث عبد الله بن عباس بدنوى مقيد وحديث عبد الله بن عمر سيدا هديت لعظنا وحال استعماله وحال يرهدو حمل المطلق على المقيد مقيد كان مطلق هو فسر يا مرك مقيد كان تفسير لقد دقيا مطلق لو فسر يا اجمالا الى كجرة هو ابهام با كجرة مطلقه فليلبس الخفين ام بالليل مرك يحتمل ان يكون مقطوعا ويحتمل ان يكون غير مقطوع صما خفين هل بيستمر هدي لا يري انه قؤن يهي انه قؤن لبدا واحتمال سما مت كان دابا مركه مخو يري فليلبس وليقطعهما اذا المركه وحانو لين هي فلي نعم فليلبس الخفين اي مقطوعين كفسرين مركه يعني مقيد كفسر يا مطلق مركه لبدي حديث با وجمعين مركه وطريقه ظهر إمام أحمد بن حنبل طريق هذا لبعض وقات الناسخ والمنسوخ وحولي قطع كان حديث عبد الله بن عمر كسر وليقطعهما ومنسوخ لماذا؟ حديث عبد الله بن عباس بأدن بيي حديث عبد الله بن عمر مدينة أهي مركي مدينة لقصه تقيي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بأن النبي قال له ويدي مركبه يري وليقطعهما حديثك عبد الله بن عباس وعرفة عرفة لتاقية وكا حديثك كجرة يخطب بعرفات النبي قال عرفة خد بين يلا ويدي إذا قطعه ومنسوخ ليه؟ لأنه سقم يعني قطعه متقدم أها حديث كان مطلقة انقطع قال له شيء بعد دمبيي مدى كلا قطع قال كجر افساد خوف كي ما الله شر ولا قويي سمعت وافساد المال افساد المال ما بنانو هل كاسي كرا استاجين ولا وجيه وجيه اذا مرك كان قاضنا هنا مرك ان كسولنا هذا خوف استعمالين لكن هذا يدعو كان قاضنا هنا موقفك نكل يراد امام البخاري نواصيه إلا إنه وحنو إفتيمي ربنا صوما سيدا لبدا حديث أورتبي إمام نكالي رضا إمام البخاري كأنه يميل إلى رأي إلى رأي الشافعي رحمه الله تعالى أو قطعي ليه؟ لأنه وحور مريي حديثك عبد الله ابن عباس وحور دم مريي حديثك عبد الله بن عمر أو قطعي وكجره كأنه يفسر حديث عبد الله بن يفسر حديث عبد الله بن عباس بحديث عبد الله ابن عمر يعني ساسا كم موقتة يعني عمل كيسة إيو تصرف كيسة والله أعلم والله أعلم باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل فنوى سيدو كالي هدي وايو إزار هدو وايو سروال ولا بسنكرا جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين قفكي أن إزار هلين سروال هل لبسته قفكي أن كبهلين خفين هل لبسته حديثك عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر نسيده كلاك وجرت
سيدو كالي أيا كجرت مركا سروالكا إساقا سروال هلا بيستقبا ليري كليه مالا فريا مثلا ما فريا علماء قال كود بوحي ليه والا فريا سيو إزارو كراؤن نغضو سيو إزارو كراؤن نغضو لكن ما دام حديث كان لاقو إشارين لا سيدو يهلو لبسانايا مركاد هشيت مركاد هشيت محوها اد هشيت ازار واد بدلي ازار كيبات غاضني مركاد ازار هشيت واد بدلي ازار كيبات غاضني سؤال قف بالديارات فولي مركي هورانا وانا واي ازار كي يو واي ميقاتكي مركي لو سو دو يهي او لحيران لها دار ما هيستو او كعرتو سغو حرملا سغون حرمانين ميو جليا مكا مسدرك او هيستو او لبسن يهي بو كخيرانيا مركي او كدغو دياردو اوغو هرس سوره غلو نوقتو انو ازاريو رداء هلنا وا غدان يا هو اسك بدليا وامد دمبه وامد دمبه انتو ميقات كدافن لها من غير احرام وحرمن لانه غير واجد ازار كي يمدنا ما هيستو يرداء مدنا ما هيستو وحرن مركو كدغو ديارده او ايربورك جدا لوغه دغايه او غدغو جبا ايربورك جدا وا مغالو مركي با دركا يا لا دركو لبسنايا او لبسنايا اسك دغايا وح إثميه أو دشي سأهين مجيران لكن سومالي لكروا لكروا أيقو سيدة سيدة صعودة أو تشاكدوه دي سروالة دي قبل مكاكو قليان مركز كبعد يوحن نغاني نميقاتكو صفراء وهو مريد للحج والعمرة نسوق دونيا سوق نسوق دونيا حرب شلعانكو قليا مكا مركا مسألة سنة وصاص إن شاء الله تعالى بابو لبسي السلاح للمحرمي قفك محرمك هب من لبسن كرا هب للبستم ياتشرة ها هب للبستاتشرة وحيالها واقياتك قفك نبردك إلالية هذا هبك القدر الهي محوية ورصاصه ما شاكلها مرك واقية يقفك الرصاص تك إلى لي يكره زمن كي هو حال اللي بسنجر وحال يرد الدروع درعي يعني برأس سرنة أو سيدا لو سميي أو سيف تمرك يكون عضكات دفاعية هي مغفرة أما بيضة من مدى حال اللي قليه كلا برأة وهب وسلاح قفك محرم كاهي سلاح ما اللي بسنكرا هدو أباهضو هدو نوباهن ميا هذون أباهن ماي ومحرم لكن وحك بقيا إن عدو وبله رساجي بدجال قبص ذي سلاح إنه عاسو كرتاه من لبسن كرا سوى محرمة هذا أباهضه طيب بالوحي لغيره أنه أرقنه وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى إذا خشي العدو قفك محرم كاهي هدو عدوك كبقه او دقال قبصده لبس السلاح سلاحي و لبسنا يا مرك سلاحي واقق اها اي جسد كيس النبرده كإلالين يقاشان كاها و لبسنا يا وافتدى لكن فيديو بحن فيديو بحن سيدا في يدي حلقك اوكالي والحديث كي إنك اللي يرى هذا كعب بن عجرة أن كسوة مرنوك عليه أو أها صيام أما صدقة أما نسك أو اختيارك أها وافتدى في ذيون بحن ولم يتابع عليه في الفدية أي قال البخاري قال البخاري وحويري ولم يتابع لقو مراع عكرمة لقو مراع عليه أي على عكرمة في الفدية مسألة الفدية ذا لغو مراعين يعني لم يقل ها غيره إساقا مو يه عد كلو سلف كيو كرة عدا مجرتو لي إمام البخاري رحمه الله تعالى يعني صحابة دي يتابعين تي أيها أمبو عمل كسود للشدا أغواش وذا إمام البخاري انت بضن
صحابة يتابعين تمرافو قلما إنه أدقو أتباع التابعين إن يربو أدقا والنادرة أنت كلي أثارت سود اللي شده يحاقو بضن أثارت صحابة إيو تابعين إذن أقواش هذا يفقي قودو وافقي معتبضه لقاضن كرو مركب مسألة ذا لقوم الرعين بيو كليجيبو كوية هاي أما لكن يعني جواز لبس السلاح إذا خشي إنه السلاح اللي بيسنكره هدوبقه تاوى لقو راعي تاوى لقو وافقي لكن وحن لقو وافقين محوها فديقة لقو مراعين تا معنيه ذو إنا لقو راعين صواب ما أهمية ما قد يكون صوابا قد يكون صوابا لأنه شيئا محظور كأه شيئا محظور كأه وإحرام كسبب تسكو حاران تني بوبي حاجو هدي تماضو وبناية لكن مع الفدي كعب من عجرة يعني قف كادو محرم يهي إلى حلال وبما ذا حما حيري كرو مركا لكن إن شرتي يدبكي هاي أوجد إزالة هذا الأذى أي النبي أبنية إنو حيرو لكن مع الفدي وصاص وكالة ترينا ترينا وصاص وكالة قد تكون صوابا عدم المتابعة عليه وحويكم تصين يئنن صواب هين قول كيسو بل قد يكون صوابا إن شاء الله تعالى. أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. أبو إسحاق مقعي سوى عمرو بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق السبيعي أي مشهور كويهي عن البراء يعني ابن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال وحيري نكلي رهضو البراء اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة نبي وعمر السي بش ذي القعدة ذي القعدة وبش ذي الحجة كهو الرئيسة فأبى ويديدين أهل مكة أهل مكة ويديدين يعني المشركين أهل مكة مشركين أهل مكة أها ويديدين أن يدعوه إني نبي دايان يدخل مكة مكة قاله إنه نبي مكة قاله وعمر ذي سيؤقته أهل مكة ويديدين وعام الحذيبية عمرة عمرة الحذيبية ويديدين حتى قاضاهم أي حتى عاهدهم إلى النبي أبلن إي عهدي أي اسكو وافقين هشيس هشيس كبنودي سنة وحاكم ذها نغن قصنا ذان هنوسو قليل سمحي يقودي ذن مر هدي له شيء وحي كدي كدك تويهين نمان كي قريشاد محمد يا صحابتي سي غصبا عنهم حق بيكو صوق علينا ما كوكو يبادينو ومارة محاي كو عمره يسلم بيديد ايان نغن نقا هذا سندان سندا دنبا ايمو وهشيسكي كو ايمو مرك نبيو هل كيبو كو حلالو بي وانا كلابتي وحا شرط يهو دبس عطي مركا سندا دنبا حتى هذا صوق عمره يسطو لا يدخل لا يدخل انو نبيو صوق علين مكة مكة إنونا سوغلين سلاحا سلاح إنونا سوغلين إلا في القراب متكا قلي كرة محوها مالها قلكا وحقلكا كتشي رمويه توريد إيو وحلا متكا أي مويه قرابك قلي كرة قرابك وويل مقاره وحوي وحقون لقرده نعم يعني محل يرهدا كلي كلي او كلا وح او قاديت كلا سارة او علابتا وكري توقفك مسافر كا سي سهلا او غرا صبيحي كرو وح كوتشي رمو يي وح كلا هلا سو قليل ما هي سي دوليهين هدو هبكي سو كامل والله سو قلو دمشق وح امو قنيسين ودقال كو سو قلي سوما لكن هب يرفضد هذا الله صغره معنى هذا هو حويا
سلمي يا صلحي بك صوغ علي سيداوي مركز الشرط قاس بيكون شرطيا نبي قلنا وكأقبلي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب حديث كان مركز لبس السلاح للمحرم يبقى مسألة أهيد إيه حديث كاني حديث كاني حقيبي إسكليهين حمل السلاح لبس السلاح كان للبسنا يمتك لقاضبا لبضبا لبضبا ألا لكن هدوم مغفرية هاي وماذا حلقوا دبوليو أما مت كان لقى شضو دروع دقاوية هاي محرم كان لا ما لبسنا يو إلا إذا احتاج هدوء بحضو لكن ها هدوء بحضو هذا حديث كان ما دام النبي قو كأقبلي وما أباهن لأنه صلح باجرئيه الشيس هدونا صلح جري لهين والنبي قو أباهن لها ولا بسن لها ولا بسن لها صلوات الله وسلامه عليه. باب دخول الحرم حرم كجريتان كي سبو أباب يهي دخول المحرم الحرم باب دخول الحرم أي جواز دخول الحرم حرم كجريتان كيسا لقاله إنه بنان يهي ومكة هي مكة مكة مركة حرم كم تهاي بغير إحرام إحرام الآن ما لقى لي كرا يعني حرم كعبضة قفكو أساقون حرمانين ما قالي كرا مثلا بد إنو إحرام كقرا وحنوك لصار إنا قفكو إنو دوني النسك من أراد النسك يقف دوني قفك النسك دوني قلبي جيس النسك كجرو مايا إحرام الآن ما قالي كرا وينو إحرام لا قلا سقو حرما وينو قلا لكن كان النسك دونين وين قلبي جيس نيدي سكجرين إنه النسك قلا سواء كان حجا أو عمرة مركز سقو قالي كرا وعلى سبيل المثال مكو بدقيه هي وصباح مكو كصباحي حرم كان وكصباحي وكل لابتي وكل لابتي مكو كل لابتي لا شرط مايو إنه مارت محو حرمشكو قالوا وهكذا اللهم إذا قفك مجال هذا وحي أبا هنطاي مكة كينا حابضي إيو دحوشي إيو وحيالي كلا عوسكي إيو وحياله نوع عاسو كلا تابو كينا بديه كيبد لا شرط مايو. طيب كامرك وحويا ما الله شرطينا يقفك أن نسك دونيني لكن قفك نسك دوني والله شرطيا وقال بابكم بركة وديري هاي أنا سيقا قابلنا وقت جيبا نشوقنا عشها وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.